في المجموعة الأولى والثانية. هذه محاولة فريق الطلبة قريبا من منطقة الجزاء، هناك راية تشير إلى وجود هل سيكون واسوا إضافة حقيقية. وهذا الشماري واسوا لاعب وسط نادي الشرطة يعيد الخلف إلى سيف الدين الشماري. لحد الآن فريق الشرطة بعيد عن تهديد مرمى الحارس علي عبد الحسين، حارس مرمى فريق الطلبة. ثم الآن قيس أيضا مرة واحدة ومروان حسين مرة واحدة خطيرة لفريق الطلبة داخل منطقة جزاء الشرطة. ممكن الطلبة الأليف الشباب مع فريق نادي الشرطة. محاولة فريق الطلبة خطيرة، إيهاب داخل منطقة جزاء يحاول مر إيهاب، لا تدخل من الشمال، الشماري يؤمن على الكرة. إيهاب كاظم يحاول يمر من الشماري، لا لاعب عنده خبرة. الطلبة كرة عالية للوسط من علي عبد الحسين، حارس مرمى الطلبة الشماري أحمد يحاول التقدم. أحمد صالح يلقي الكرة لحسن واسوا يعيد الخلف لسيف الدين الشماري. مدافع جيد التونسي الشباب بأن إصابة أحمد فاضل وإصابة أحمد الصالح أخذت وقت كثير، وقت كثير ممكن يضيع. كان يقف في صدارة الهدافين لاعب نادي الزوراء مهند عبير، لاعب الأجهة اليسار إيهاب كاظم بينه وبين الشماري اللي يبعدها إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي الطلب. فقدانك ثلاث نقاط لكن على لاعبي فريق الطلب التقدم للأمام الضغط على مرمى فريق الشرطة إذا ما أرادوا العودة إلى المباراة على الأقل الخروج بنقطة. بداية المشوار خروج بنقطة. يحاول علي قاسم ان يتقدم الى الامام وتمريره في مساحه، لكن لاحظوا اربعه لاعبين من فريق الشرطه. واخيرا الشماري اللاعب الحماسي، اللاعب الذي يوفي الكثير من الحماس، يعني تحدثت معه في هذه المباراه ان هذه المباراه حاول ان اطلق عليه لقب قلب الاسد لما يمتاز به من شجاعه ومن جراه ومن حماسه. وفاجاني بالقول، كان يلعب طبعا في الترجي التونسي، واحد من شيوخ الأندية في تونس مع الإفريقي التونسي. فاجأني أن أحد أيضا المعلقين الكبار في تونس سيد نبيل خيرات امتدحه مرة وأطلق عليه لقب بويول، اللاعب الإسباني الذي يلقب أيضا بقلب الأسد. إذا فريق القوة الجوية لكنهم في إرفاق الشكل، هذا الشرط لاعب الأرمين مع القوة الجوية حصل على لقب أيضا مع الشرطة. ياس الشماري وموجود زياد أحمد اللاعب الذي يسجل الشوط الثاني ويمر العرضية والكرة داخل منطقة الجزاء. عمار كرة تسديدة من عمار لكنها تصطدم بالشماري الذي يقتل الميناء، ربما تعني أن الأحلام ستتوقف عند المركز الثاني والثالث. كل عرضية والتصدي بالرأس من الشماري لم يكن طبعا متوازن، لم يكن يتمركز بصورة صحيحة، لكنه فضل أن يتصدى لاعب الرأس والكرة إلى